بها في الجنوب قبل 4 أسابيع تقريبا أو 3، يقول كان في زواج لفتاة في الجنوب ثم حطت المكياج وزينت نفسها في يوم زواجها، ثم صلت المغرب، بعد صلاة المغرب انتقض وضوءها، فقالت لأمها بروح أتوضأ وأصلي. قالت أمها أنت مجنونة، يوم زواجك تروحين تخربين المكياج اللي فيه؟ قالت يمه بروح أصلي. قالت لها والله ما تروحين الآن يوم زواجك، طبعا الزواج بيقعد لين الساعة 1 و2 بيطلع أصلا وقت صلاة العشاء. قالت والله يا أمي والله ما أقدم أحد على رب العالمين، هالعالم كلهم خفتي عليهم عشان لا يشوفون شكلي والمكياج طايح ثم ما أعجبهم، وما همك إني ما أعجب رب العالمين وأغضبه، لا والله ربي ينظر لقلبي والله لأصلي، ترى بزعل عليك. قالت والله يا أمي لا أطيعك في معصية رب العالمين، ووالله لا أقدم أحد عليه، وراحت قدام أمها، وأمها زعلانة وقعدت تتوضأ وتنسك بالمكياج واغتسلت وتوضت، ثم جاءت وفرشت سجادتها وصلت، فوالله سجدت وهي آخر سجدة لها في الدنيا. والله سجدت وهي آخر سجدة لها في الدنيا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يوم قدمت رب العالمين قدمها وختم لها وهي في أقرب موضع منه، أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد في هذه السنة في الجنة. أفلا يتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. تخيل انها ضحك عليها شيطان وما صلت، تقبض عند الله في نفس اليوم نفس يومه لكنها ما صلت. فيا جماعة، يا من اشغلهم حواجبهم عن قلوبهم، عن قلوبهم 3/4 اسئلة الفتوى عن الحواجب، والقلوب تعبانة ما تخشع، قلوب تقرأ القرآن ما تخشع، قلوب تدعو ما تبكي، قلوب متعودة تشكن العالم ثم الكلمات كأنها نهر جاري، وإذا سجدت واحدة فيهن ولا واحد فينا إذا سجد ما تعرف شو يقول، ما تعود يشكن العظيم، متعود يشكن الضعوف، ما تعود يشكن الغني جل جلاله، متعود يشكن الفقراء، ما تعود يشكي، متعود يشكي المساكين، ما تعود يشكي رب العالمين. لبست ثوب الرجاء الناس قد رقدوا،